دلوقتي جه ميعادنا مع اخبار الطقس بالتفصيل. هيئه الارصاد بتتوقع ان النهارده في تراجع شويه في درجات الحراره على كل الانحاء، لكن لسه في ارتفاع في نسب الرطوبه. الطقس هيكون حار رطب نهارا على القاهره الكبرى والوجه البحري والسواحل الشماليه، وشديد الحراره على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، لكن بالليل الجو هيكون مائل للحراره رطب على كل الانحاء. في شبوره مائيه الصبح على بعض الطرق المؤديه من والى القاهره الكبرى والوجه البحري والسواحل الشماليه ومدن القناه ووسط سيناء، كمان في نشاط رياح على اغلب الانحاء. تفاصيل اكتر عن حاله الطقس معانا على التليفون دكتوره منار غانم عضو مركز الاعلام بهيئه الارصاد الجويه. صباح الخير يا دكتوره. صباح الخير على حضرتك استاذه دينا، وصباح الخير على كل الساده المشاهدين. اهلا بك يا فندم. اهلا بحضرتك. كلنا عندنا سعاده بالغه بان درجات الحراره انخفضت قليلا وبدانا نحس بنسمه هواء بس بالليل حتى كده، لان كان بقالنا طبعا اسبوعين كانت الجو كان صعب جدا. طمنينا عن حاله الطقس، وهل معدل انخفاض درجه الحراره ده هيستمر معانا كذا يوم ولا النهارده بس؟ بالفعل يمكن احنا بدأنا من الأمس انخفاض في درجات الحرارة بمعدل من درجتين لأربع درجات، يمكن في بعض المناطق كمان وصل لخمس درجات. في معظم أنحاء الجمهورية انخفاض في درجات الحرارة بسبب وجود امتداد لمنخفض جوي في طبقات الجو العليا، امتداد كمان لمرتفع العروض الوسطى اللي دايما معاه كتل هوائية بتكون أقل حرارة من امتداد منخفض الهند الموسمي. وبالأمس سجلنا عظمى على القاهرة الكبرى 35 درجة مئوية في الظل، طبعا بعد ما كنا بنسجل 38 و40 درجة مئوية خلال الأسبوع الماضي. اليوم مكمل معانا انخفاض في درجات الحرارة، ويمكن كمان متوقع أن هو يكمل معانا على مدار هذا الأسبوع، ومتوسط درجات الحرارة العظمى على القاهرة الكبرى هيكون ما بين 35 الى 36 درجه مئويه في الظل، لكن في استمرار ارتفاع نسب الرطوبه. استمرار ارتفاع نسب الرطوبه يخلينا نحس بمزيد من الارتفاع في درجات الحراره. دايما نسب الرطوبه لما بتبقى موجوده بتزود احساسنا، فهتخلي درجه الحراره المحسوسه لو تكون 38 او 39 درجه مئويه، لكن طبعا هو احسن بكثير من الايام الماضيه وفوق ال 40 بالظبط. احنا كانت المحسوسه قبل كده بتوصل ل 44 درجه مئويه. هي بس نسب الرطوبه الموجوده في الجو اللي متوقع ان هي تكمل معانا على مدار شهر 8 كله، لان احنا عارفين طبعًا. شهر 8 بيكون ذروه فصل الصيف بسبب الارتفاعات الكبيره في نسب الرطوبه. طقس النهارده هو طقس حر رطب على المناطق الشماليه، السواحل الشماليه، الوجه البحري، القاهره الكبرى، شديد الحراره في المناطق الجنوبيه، ويمكن كمان المناطق الجنوبيه تدريجيا هتنخفض درجات حرارتها. بدانا نسجل 42 41 درجه مئويه على محافظات الصعيد. فتره الليل كمان فيها انخفاض ملحوظ في درجات الحراره، بدانا نحس بنسمه هواء لطيفه كده فترات الليل في معظم انحاء الجمهوريه، واجواء معتدله على اغلب الانحاء، خاصه كمان ان فترات الليل في نشاط نسبي للرياح بيقلل احساسنا بنسب الرطوبه، فبيساعد على احساسنا بانخفاض درجات الحراره وفترات الليل. يمكن احنا رجعنا للاجواء الصيفيه المعتاده صحيح في هذا الوقت من العام. في شبوره مائيه طبعا نتيجه الارتفاع الكبير في نسب الرطوبه فتره الصباح الباكر ساعات الليل المتاخره على اغلب الطرق الزراعيه والسريعه والقريبه من المستنصحات المائيه، وبتؤدي لانخفاض خفيف في الرؤيه الافقيه فتره الصباح الباكر. لكن احنا دايما بننصح خاصه الصيف عامه ان احنا بفضل الامكان لازم نتجنب اشعه الشمس في ارتفاع او مفيش ارتفاع. فتره الظهيره دي تحديدا بيكون شده الاشعه الشمس اللي بيوصل الارض بتكون عالي جدا، وبنسجل اعلى درجه حراره على مدار اليوم كله، فبقدر الامكان اتجنب اشعه الشمس المباشره لانها هتزود احساسنا بارتفاع درجات الحراره، ولا قدر الله لو انا وقفت تحتها فترات طويله ممكن تبدا ضربات الشمس صحيح او الاجهاد الحريق، فلازم ناخد بالنا بس ونعمل احتياطاتنا بشكل. طيب بالنسبه كمان لحاله البحار، السواحل الشماليه وايضا البحر الاحمر، يعني هل يا ترى مناسب للاجواء ان الناس تمارس بعض الانشطه البحريه اليومين دول؟ هو بالنسبه للبحر المتوسط يمكن التعمق داخل البحر المتوسط، لان في ارتفاع امواج داخل البحر المتوسط بتوصل 2.5 متر، فناخد بالنا من التعمق داخل البحر المتوسط او حتى كمان داخل البحر الاحمر. لكن لو احنا هنستمتع بالاجواء نقدر نستمتع بالاجواء على شواطئ البحر الاحمر او البحر المتوسط. حركه الملاحه البحريه تعتبر معتدله، لكن المنأكد دي ما تعمقش داخل البحر لان في ارتفاع امواج داخل عمق البحر الاحمر والبحر المتوسط. حضرتك بتقولي ان درجات الحراره المعتدله دي مستمره معانا طوال الاسبوع صحيح؟ احنا على مدار هذا الاسبوع يعني اليوم 35 درجه مئويه، غدا كمان متوقع استمرارها 35 درجه مئويه في الظل طبعا عظمى على القاهره الكبرى،
مع نهايه الاسبوع تكون 36 درجه مئويه، فطبعا هنفضل في الاجواء دي لحد نهايه الاسبوع باذن الله. انا بشكرك شكرا جزيلا دكتوره منار غانم معضل مركز الاعلام بهيئه الارصاد الجويه على المتابعه اليوميه معانا. خلونا دلوقتي نتابع درجات الحراره المتوقعه النهارده، وهنبداها من القاهره العظمى 35 الصغرى 24، العاصمه الاداريه 35 24، الاسكندريه 32 23، العلمين الجديده 32 23، مطروح 31 22، دمياط 33 24، بورسعيد 33 25، اسماعيليه 36 25، السويس 36 25، العريش 34 24، كاترين 35 18، طابا 36 25، حلايب 37 31، شلاتين 42 31، شرم الشيخ 40 29، الغردقه 40 29، الفيوم 38 24، بني سويف 37 24، الوادي الجديد 41 25، اسيوط 39 25، سوهاج 39 27، قناة 42 28، الأقصر 42 28، وأخيرا أسوان 42 29. طبعا من الأخبار الجيدة إن درجات الحرارة يمكن منخفضة أو بدرجات طفيفة جدا خلال الأسبوع ده، لكن في نسبة رطوبة، وبرضه بنأكد مرة تانية بلاش التعرض المباشر في ساعات الظهيرة للشمس علشان ما نعانيش من الإجهاد الحراري، ممكن يكون في غطاء للرأس أو أيضا كمان شرب كميات وفيرة من المياه. هرجع مرة تانية لجمانة علشان نكمل معاك فقط صباح يا مصر. بشكرك طبعا يا دينا، شكرا جزيلا، شكرا موصول دكتور منار غانم، يا رب يعني درجات الحرارة تنخفض أكثر فأكثر يا رب. شكرا يا دينا. شكرا لي.